قاعد بسأل في المحاضرات والندوات بتاعت الطلبة، لو النهاردة روحتوا حضنتوا أهاليكم هيفتكروا إيه؟ 90% حصل لنا حاجة في دماغنا، حصل لنا حاجة في دماغنا، مش طبيعية. أنت عامل مصيبة وجاي تحاول تحضني عشان كذا. هل فعلا الحضن معناه كده؟ ولا احنا من كتر ما بنحضنش بعض في البيت، طبعا عشان ما حدش بس في على الهوا كده افتكر انا بقول نحضن في الشارع، يعني انا بتكلم على البيوت طبعا، من كتر ما احنا ما بنعملش الحاجه دي بقت بالنسبه لنا حاجه غريبه. بس ده طبيعي لما ابني يبقى داخل عليا من المدرسه باخده في حضني وببصه. في ناس ما عندهم ده، مش طبيعي عند حضرتك، ده مش موجود. لكن مش طبيعي في كل البيوت. يعني لما الاقي ان في حد بيشتكي ان هي وبنتها بقالهم اكتر من 5-6 سنين ما كلموش بعض كويس، تبقى في مشكله. طب وصلنا لمرحله ان احنا مش عايزين نكلم بعض. في اطفال كانوا بيدعوا العيا عشان ياخدوا طبطبه. في اطفال كانت تعمل نفسها نايمه عشان باباها يشيلها يدخلها تنام. يعني قاعد على الكنبه قدام التلفزيون، فيعمل نفسه ان هو نايم علشان باباه يشيله يدخله للسرير، ان هو لو كان حس بالحنان ده من غير الاحتياج ده ما كانش اضطر يمثل ان هو نايم. يبقى نرجع نقول ايه المانع ان انا اقول لاولادي انتوا وحشتوني؟ ايه المانع ان انا احضنهم واخدهم في حضني؟ المانع ان انا اقعد افضفض معاهم فهو يفضفض معايا هو كمان؟